الله سيداتي سادتي، 14 بتوقيت بغداد، ونشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من بلاد الفضائية. نبدأها بأهم العناوين. خلال لقائه نظيره الأمريكي الجعفري يدعو لمواصلة الجهود لتطهير العراق من الإرهابيين والدفاع عن الإنجازات المتحققة. العبادي وكيري يبحثان تطورات الأوضاع السياسية ودعم واشنطن للعراق في حربه ضد داعش الإرهابي. القوات الأمنية تصل مركز هيت وترفع العلم العراقي فوق بنايته، واستعدادات عسكرية لاقتحام الفلوجة وتطهيرها بشكل مباغت. الجيش السوري يتقدم في ريف حلب الشمالي ويقترب من قطع آخر منفذ للمسلحين مع ريفها الغربي والشمالي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية نظيره الأمريكي جون كيري وبحث معه العلاقات الثنائية ومواجهة المخاطر المشتركة التي تواجه المنطقة والعالم. وأكد الدكتور الجعفري خلال اللقاء على مواصلة الجهود لتطهير العراق من الإرهابيين والدفاع عن الإنجازات المتحققة ومنع التدخلات في الشؤون الداخلية، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بجدية بخصوص القصف الكيماوي الذي طال قرية تازة. ومن جانبه أشاد كيري بالانتصارات التي حققها الشعب العراقي ضد الإرهاب، مشيرا إلى أنه استثمر الاجتماعات التي أجرها في البحرين مؤخرا لحشد الدعم ومساندة العراق. كما أعلن كيري عن تقديم مبلغ 155 مليون دولار كمساعدات إنسانية للعوائل العراقية النازحة والبدء بالعمل على إزالة الألغام من المناطق المحررة في الرمادي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل حسين أحمد. أهلا بك يا حسين. بداية، لو تحدثنا عن أبرز المحاور التي جرى التطرق لها خلال لقاء الدكتور الجعفري ونظيره الأمريكي جون كيري، تفضل. نعم، أحياكم الله زملائي في الاستوديو. ونحن الآن داخل لقاءة المؤتمر باعتبار المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. صباح اليوم أجرى وزير الخارجية عدة لقاءات مع مسؤولين عراقيين، بداية مع الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية، وتبحث في عدة شؤون، منها الملف الأمني والملف حاليا السياسي وموضوع الإصلاحات، بالإضافة إلى دعم المناطق المنكوبة، المناطق المحررة والمناطق طور التحرير، بالإضافة إلى أن جرى هنالك لقاء مع رئيس الوزراء. وحاليا انتهت اللقاء الثالث، كان مع نيجر فامبر الآن وزير خارجية إقليم كردستان. حاليا بانتظار المؤتمر لتفاصيل أكثر. نعم، حسين أحمد مراسل قناة بلادي، شكرا جزيلا لك. استقبل رئيس الوزراء حيدر العبادي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبحث تطورات الحرب ضد داعش والقضايا السياسية الهامة. مكتب رئيس الوزراء أكد أن العبادي استقبل كيري وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية ودعم واشنطن للعراق في هذه المرحلة والقضايا السياسية. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد وصل صباح اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية. بحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع وفد من أقليم كردستان المستجدات الأمنية والسياسية في العراق. بيان للسفارة الأمريكية أوضح أن كيري استقبل في مقر إقامته ببغداد وفدا من أقليم كردستان مؤلفا من رئيس حكومة الإقليم نيجرفاني البارزاني ونائبه قبادة طالباني ورئيس ديوان رئاسة أقليم كردستان فؤاد حسين. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق. وأضاف البيان أن اللقاء حضره مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي بريت ماكورك والسفير الأمريكي في بغداد ستيوارت جونز. شدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم على ضرورة العمل لتشكيل حكومة قادرة على إدارة البلاد خلال السنتين القادمتين.
الحكيم خلال كلمة له بمناسبة استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، أكد ضرورة العمل مع الشركاء لتجاوز الأزمة. وسنعمل بقوة مع الجميع على أن تتجاوز الحكومة أزمتها، وأن نصل إلى تشكيلة وزارية تكون قادرة على قيادة العراق للسنتين المتبقيتين من عمر الحكومة بإذن الله تعالى، حيث أن الانتخابات القادمة ستكون مفصلية في تاريخ العراق، وستحدد المسارات التي سنسير فيها للأعوام العشر القادمة. مدة العشرة أيام التي منحها مجلس النواب للتصويت على مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة تقترب من الانتهاء، فيما تستمر الكتل السياسية بالتجاذب بينها حول رفض وقبول مرشحي الكابينة، والشارع الشعبي يترقب لما ستؤول إليه الأوضاع بعد ذلك. عمر العامري. مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددها رئيس البرلمان سليم الجبوري للتصويت على قائمة الوزراء الجدد، تتوجه أنظر الرأي العام إلى مجلس النواب بانتظار ما ستفرزه مواقف الكتل السياسية من المرشحين. معظم اللجان النيابية التي دققت في السير الذاتية لمرشحي العبادي أعطت رأيها بالرفض القاطع للتصويت عليهم، فيما يزداد المشهد السياسي تعقيدا مع مرور عامل الوقت المحدد لتمرير الكابينة الوزارية الجديدة. لحد الآن السيد رئيس الوزراء لم يطلب رسميا من الكتل من البرلمان. السيفي جاء بمظروف، ولا يعني هذا أنه هو طلب رئيس الوزراء بشكل رسمي. نحن كدولة ودولة يجب أن تتعامل بالأطر والسياقات الإدارية، فالعشرة أيام يفترض تحتسب من تاريخ تقديم رئيس الوزراء طلبا رسميا إلى البرلمان، وهذا لم يحصل لحد هذه اللحظة. التكهنات لا زالت تخيم على ردود أغلب الكتل السياسية من المهلة النيابية التي تم التصويت عليها في العاشر من الشهر الجاري، فلا يعرف ماذا ستخبئ الكتل من مواقف مؤيدة أو رافضة في جلسة البرلمان المقبلة المزمع أن تمرر فيها الكابينة الوزارية. لهذا الباب مفتوح للكتل السياسية اليوم من أجل ترشيح شخصيات تتمتع بهذه المواصفات. أعتقد هنالك تداول بين الكتل السياسية وحوارات بين الكتل السياسية من أجل ترشيح هكذا الشخصيات خلال الأيام القادمة. هذا وتظهر تأكيدات نيابية أن مواقف الكتل والقوى السياسية ستتضح في الساعات المقبلة التي تسبق انتهاء مهلة العشرة أيام للتصويت على مرشحي العبادي. هنا قيل إن تحالفات وتكتلات نيابية ربما تظهر على الساحة السياسية، البعض منها مؤيد للتعديل الوزاري فيما يعارض البعض الآخر. ما هي إلا ساعات معدودة تفصل البرلمان بلجانه النيابية وكتله السياسية أمام موعد التصويت على مرشحي العبادي للكابينة الوزارية، اختبار قد يكون هو الأول من نوعه يمر به النواب لإثبات وجودهم بعيدا عن تأثيرات رؤساء الكتل السياسية. من بغداد، عمر العامري، بلاد الفضائية. بحثت هيئة النزاهة مع وفد أممي إمكانية الاستعانة بخبرات محققين دوليين بقضايا التعاقدات الدولية العامة واسترداد الأموال. بيان للهيئة ذكر أن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري بحث مع وفد من بعثة الأمم المتحدة إمكانية الاستعانة بخبرات محققين دوليين في بعض تحقيقات الهيئة ذات الطابع الدولي المتعلقة بقضايا التعاقدات الدولية العامة واسترداد الأموال. وأشار البيان إلى موافقة الوفد الأممي من حيث المبدأ، وأن الاتفاق سيكون قيد التنفيذ قريبا. كما أكدت النزاهة على مواصلتها التحقيق حول تورط مسؤولين عراقيين كبار بصفقات فساد بعقود نفطية.
أعلنت خلية الإعلام الحربي وصول القوات الأمنية إلى مركزه ورفع العلم العراقي فوق بناياته. وقالت الخلية في بيان لها إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب واللواء 73 بالفرقة 16 وصلوا مركز مدينة هيت ورفعوا العلم العراقي فوق بناياته. وأضافت الخلية أن القوات أخلت العوائل النازحة من المناطق المحررة وسهلت نقلهم إلى مناطق كبيسة، داعي الأهالي المتبقية للابتعاد عن مواقع داعش في المناطق المتبقية لأنها ستكون أهدافا للطيران الحربي. فيما أعلنت وزارة الدفاع وضع خطط جديدة للإسراع بتطهير باقي مناطق قضاء هيت من إرهابي داعش. رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح الكرحوت كشف عن أعداد خطة عسكرية لاقتحام مدينة الفلوجة وتطهيرها من إرهابي داعش بشكل مباغت. وقال كرحوت أن القوات الأمنية تعد خطة عسكرية محكمة تتضمن تطويق كافة محاور المدينة وتطهير مناطق القرمة شرقي الفلوجة وناحية الصقلاوية شمالي الفلوجة لضمان قطع كافة إمدادات داعش ومن ثم اقتحام المدينة من محاور مختلفة. دخلت القوات الأمنية منطقة الكيلو 160 حيث تجري الاستعدادات الأمنية هناك لبدء عملية عسكرية لتطهير مدينة الرطبة غربي محافظة الأنبار. وفي بيان لخلية الإعلام الحربي ذكر أن قوات الجيش والحج الشعبي وأبناء العشائر وصلوا منطقة الكيلو 160 غربي الأنبار، مضيفا أن القوات تمركزت في المنطقة تحضيرا لانطلاق عملية تطهير الرطبة من إرهابي داعش. وهذه انتقالة مباشرة لمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري من بغداد. نتشاطر مع السيد العبادي هدف تحرير الموصل بأسرع ما يمكن، وكنت سعيدا أن أسمع اليوم من رئيس الوزراء الأهمية التي يضعها على تمكين القوات المحلية لاستعادة المدينة، وأيضا خططه الخاصة بعملية الاستقرار بعد التحرير. وكما قلت سابقا هذه العملية ستكون بقيادة عراقية وبدعم من التحالف. التحالف أيضا سيستمر في تقديم المساعدات اللازمة للشعب العراقي بما في ذلك اللاجئين الذين دمروا من جانب داعش. أمريكا قدمت أكثر من 623 مليون دولار للاجئين العراقيين، وهذا أيضا ينقذ أرواح هؤلاء. أنا يسعدني اليوم أن أعلن عن 155 مليون دولار تقريبا للعراقيين الذين يتأثرون من العنف الحالي، مما يرفع مساهماتنا لحوالي 780 مليون دولار منذ 2014. مع تحرير المزيد من الأراضي من داعش، المجتمع الدولي عليه أن يزيد من دعمه لعودة المدنيين إلى بيوتهم. وهذه نقطة أكدت عليها بقوة في اجتماعاتي بالأمس مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، والرسالة التي أعرف أن الرئيس أيضا يعززها في انخراطه مع القادة الدوليين سواء في قمة دول مجلس التعاون أو في قمة السبعة G7. نعرف أن العراقيين النازحين يحتاجون إلى المساعدة وإعادة بناء مجتمعاتهم المحلية التي هربوا منها. هناك مستوى فظيع من الدمار في هذه المجتمعات، أكثر بكثير مما اعتقده الناس. الكثير من البلدان من العمارات دمرت أو المباني دمرت، وأيضا الكهرباء. وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها أمريكا للعراق، نقدم أيضا لتمويل المنشآت لإحداث استقرار فوري. هناك برامج ومع الحكومة العراقية لتسهيل عودة مئات الآلاف من العراقيين إلى بيوتهم في تكريت،
وهناك عمل صعب تواجهه الحكومة العراقية، وهي تطهير الرمادي من الألغام حتى يتمكن الناس من العودة إلى بيوتهم. دعمنا للشعب العراقي هو جزء من التزام أكبر بمستقبل لي العراق كما يحدده الدستور، وعراق موحد وفيدرالي وديمقراطي. أيضا نعمل عن كثب مع الحكومة هناك للتطرق للتحديات الاقتصادية الصعبة نتيجة لانخفاض أسعار النفط. قابلت قبل دقائق أناس من إقليم كردستان أو مسؤولين من كردستان الذين تأثروا أيضا من انخفاض أسعار النفط، وهذا شيء علينا أن نساعد في التطرق إليه. الولايات المتحدة تدعم كلية العمل الذي قامت به الحكومة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونعمل مع العراق لتوفير دعم فني في الوقت الذي تنوع فيه البلاد اقتصادها. وقبل أن أجيب على عدة أسئلة، دعوني أكرر شكري، خاصة أود أن أكرر شكري ودعم الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن ونفسي والإدارة الأمريكية. لنتوجه بالشكر لرئيس الوزراء العبادي الذي برهن على قيادة هامة في مواجهة تحديات اقتصادية وسياسية ضخمة، ونحث كل الأطراف في العراق للعمل سويا، الالتئام سويا لتعزيز العملية السياسية بطريقة تعزز بالتأكيد مصالح وطموحات وآمال الشعب العراقي. نحن نقف مستعدون لمساعدة الحكومة العراقية بأي طريقة ممكنة كشركاء وكأصدقاء. أيام داعش معدودة هنا في العراق وفي سوريا وفي أي مكان آخر تتواجد فيه. نعرف منذ البداية أن هذه المعركة لن تكون سهلة، والنصر لن يتحقق بين ليلة وضحاها. قلنا هذا مرارا وتكرارا، لن يحدث بين ليلة وضحاها، الأمر يتطلب وقتا. ومن الواضح أنه لا تزال هناك أشياء كثيرة نقوم بعملها، ولكن كنت واضحا في كل لقاء أن أمريكا مصرة مع حلفائها وأصدقائها في العراق والتحالف. نحن سوف ننجح، والدليل على الأرض يشير إلى أننا في الواقع نحقق ذلك الآن. أنا مقتنع أننا سويا لن نهزم فقط داعش، ولكن سنساعد شعب هذه البلاد على استعادة عافيته والتحرك إلى الأمام والعيش بسلام وهدوء، وهو ما يرغب به. شكرا. أجيب الآن على بعض الأسئلة. اليوم تكلمت سيدي مع المسؤولين العراقيين وعن القوات الأمريكية في أمريكا وإمكانية زيادتها. ما هو الوضع الراهن فيما يتعلق بمعركة الموصل؟ وعلى المستوى السياسي، هل لديكم بعض القلق فيما يتعلق ببعض الخلافات الداخلية؟ أعتقد أننا نقوم بالترجمة بصورة تعاقبية. أولا، بغض النظر عن القوات التي لدينا في العراق والقوات المخصصة لهذا الجهد، بناء على رغبة وطلب حكومة العراق، حاليا أنا لا أعرف عن أي طلبات أخرى. كانت هناك بعض المناقشات بشأن بعض العمليات الإضافية، خاصة في مجال نزع المتفجرات أو تفكيك المتفجرات، ولكن لا يوجد طلب
حاليا من جانب السيد العبادي للمزيد من القوات. فيما يتعلق بالموصل، عملية الموصل هي ما يسميه الناس بلورة أو صياغة العملية حسب التعابير العسكرية، وهذا يعني أن العمل البري يتم إعداده لهذه العملية، وهناك بعض الأولويات التي يجب تحقيقها في هذا الإطار، وأنا سأترك المسألة للعسكريين وللحكومة العراقية كي يحددوا هذا. دورنا في العملية هو دور داعم، هذا جهد تقوده العراق وتحدده العراق، وتحدثنا عنه اليوم بالتأكيد، وما قاله السيد العبادي لي واضح أن هذه أولوياته الرئيسية هذه، ولديه جدول زمني، ونحن واثقون أنه وبالعمل الجيد للجنرال مكفارلن والتحالف الذي يعمل معه، نحن واثقون بأنه سيكون هناك تركيز مستمر على الموصل، وفي النهاية ستحرر الموصل. لن أتحدث عن الجدول الزمني أو التفصيلات وكيف تكون عملية البلورة هذه أو الإعداد، ولكن نحن ندعم هذه الأولوية، والموصل هي في أعلى القائمة، قائمة الأولويات، ولكن هناك أشياء تحدث حاليا تساعد على بلورة هذه العملية، وسأترك حكومة العراق تصف متى تكون جاهزة وما تعتزم عمله وكيف. فيما يتعلق بالتحول المحتمل في مجلس الوزراء، رئيس الوزراء أوضح لي أن لديه أفكار بشأن ما يرغب في عمله في الأيام والساعات القادمة. هو يعقد اجتماعاته ويتحدث مع الناس، ونحن لا نلعب دورا في هذا. هذا يعود كلية لرئيس الوزراء ولحكومة العراق، وهو سيقوم بأي إعلان عليه القيام به في الوقت المناسب، ولكننا بالتأكيد أشرنا له، لأن هذا من مصلحتنا، أشرنا إلى أهمية وجود استقرار سياسي ووجود حكومة عاملة وفاعلة بأسرع ما يمكن، وبحيث أن كل هذه العمليات لا تتأثر. إذن نحن نمنح ثقة للتحالف ولأولئك الذين يفكرون في دعم الاستقرار والمجتمعات المحلية التي تم تحريرها، أن الحكومة موجودة وتعمل بشكل مناسب لجعل عملية الاستقرار فعالة. أنا واثق، أخذين بعين الاعتبار الأولويات التي عبر عنها رئيس الوزراء في العبادي والأولويات الخاصة بالتحديات الاقتصادية هنا في العراق، ليس لدي أي شك في أن رئيس الوزراء يركز إلى حد كبير على التأكد من أن هناك حكومة موجودة وتتطرق لكل هذه الهواجس. أضع نفسي تحت الاختبار هنا. سؤالي الأول، لدى السيد العبادي مجموعة من الإصلاحات ومنها تغيير الحكومة، ويبدو أن هذه الإصلاحات هناك اعتراض عليها شديد من قبل بعض الأطراف، ونعلم أنك التقيت بعدد منهم، منهم رئيس حكومة إقليم كردستان، وربما لديك لقاء آخر مع سيد رئيس البرلمان. هل هذا الموضوع من ضمن أهداف الزيارة، وإذا ما كنتم ستقومون بوساطة ما أو تقريب وجهات النظر؟ There are a lot of objections from the Iraqi sides regarding these reforms. I know that you met Mr. Secretary with the Prime
Prime Minister of the Kurdish region, and we also met with Prime Minister Abadi, and possibly going to meet with the Speaker of the Parliament. Are you playing any role in mediation and trying to help the Iraqi side reach an understanding in that new arrangement for the new government? سؤالي الثاني سيادة الوزير. العراق يتقدم باتجاه الحدود الغربية تقريبا تحرير الرمادي على الأنبار بصورة عامة على وشك أن ينتهي، وهناك عمل تحرير الموصل. من الجانب الآخر في سوريا بالمناسبة الجيش العراقي يتقدم بغطاء من التحالف الدولي، وفي الجانب الآخر من سوريا أيضا هناك تقدم على داعش وبغطاء جوي من الروس. هل هناك تنسيق بين الأطراف الأربعة الدولي، سوريا، العراق، وروسيا؟ شكرا. My next question about the campaign against ISIS. We see that there are a lot of advances by the Iraqi forces toward the west of Iraq. We see that the Anbar province is most likely will be liberated and cleared very soon. On the Syrian side of the borders, we see also advances from the Syrian side supported by the Russian Air Force against ISIS. And of course, here in Iraq, it's supported by the international coalition and the American Air Power. Is there any coordination or cooperation between these four sides? What I mean by that is Syria, Iraq, international coalition, and the Russians. Well, thank you very much. شكرا جزيلا. أنا أقدر السؤالين. كما ذكرت سابقا، دعوني أكرر هنا، نحن لسنا وسطاء، هذا ليس دورنا. نحن داعمون للعراق ولرئيس الوزراء العبادي وحكومته، وهم يتطرقون للتحديات الأمنية والاقتصادية الضخمة، ورسالتنا هي نفسها للجميع، أن موضوع التغير أو التغييرات الوزارية هي مسألة داخلية، ونحن ندرك مدى صعوبة التحديات الداخلية، لأننا نواجه نفس التحديات في بلادنا، ولا نطالب الدول الأخرى كي تأتي وتتوسط، كما العراق لا يطالب الآخرون أو الآخرين بالتوسط. نحن هنا جئنا قبل أن يثار أي موضوع بشأن التغييرات الحكومية. هذه الزيارة كانت مخطط لها، لأنني آتي إلى هنا بشكل دوري وننسق جهودنا لمحاربة داعش وبناء العراق ذو السيادة. رسالتي للجميع، لكل من قابلته، هي رسالة مباشرة: نحث الجميع على العمل سويا، نحث الجميع على وضع مصلحة العراق قبل المصالح الشخصية أو الطائفية، ونحدد هذه اللحظة، لحظة الأزمة، من أجل العثور على طريقة للالتئام سويا وتوفير القدرة على تعزيز مصالح الشعب العراقي. في الولايات المتحدة قلنا كثيرا أننا نقدر الشراكة مع حكومة العراق. هذه الشراكة مبنية على الثقة واحترام سيادة بعضنا البعض. وما أشرنا إليه بكل وضوح اليوم، كما قلت، نحن ندعم رئيس الوزراء العبادي وحكومته، وهم يتطرقون لهذه القضايا الأمنية والاقتصادية المعقدة والتحديات السياسية. والمسألة تعود لرئيس الوزراء كي يقوم باتخاذ خياراته. وأيضا أكدت لهم أنه مع الأزمة المالية التي تواجهها العراق نتيجة لانخفاض أسعار النفط، ومع الإلحاحية الخاصة بالتقدم تجاه الموصل وهزيمة داعش، هذا هو وقت للوحدة، وقت للناس كي تلتئم سويا وتدعم المصالح الأكبر لكل العراقيين الذين يريدون السلام والاستقرار في بلادهم. هذا يلخص سبب وجودي هنا. فيما يتعلق بموضوع التنسيق،
أخذين بعين الاعتبار التعاون بين روسيا والولايات المتحدة وكرؤساء مشتركين لمجموعة دعم سوريا الدولية ورؤساء مشاركين لمجموعة العمل الخاصة بوقف الأعمال القتالية. بالطبع نحن نتحدث مع بعضنا البعض ونجعل وقف الأعمال القتالية يعمل بشكل أكثر فعالية، وأيضا نحاول تنفيذ أهداف مجموعة دعم سوريا وهي التسوية السياسية لسوريا طبقا للخطوط العامة التي حددها بيان جنيف في 2012. هذا هو هدفنا. إذن هناك مجموعة عمل تجتمع في كل يوم في جنيف، ونحن لدينا مكتب تنسيق يجتمع يوميا في عمان الأردن، وهناك نناقش ما حدث في اليوم السابق وما يحدث مع النصرة وداعش، أين يمكن أن يكونوا. أيضا نناقش كما هو واضح.